نتابع المناظرة معنا. الباري عز وجل إيش قال في سورة النمل؟ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. شوف بعدين إيش بيقول لك، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أين الله كان حينها؟ حين نادى موسى أين الله؟ إيه نادى موسى بيقول له بور أم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. بيقول له أنا الله وناداه من النار وبيقول له بورك من في النار، أين الله؟ بالمناسبة ابن عباس يقول بورك من في النار الله. يعني الله كان في النار والعياذ بالله. طبعا هو الكلام هنا يعني كان في النار ليس بمعنى أنه ذات الله حلت في النار وكذا، لا، أن الله نسبة الأمكنة إليه سواء، هو في النار وعلى العرش وفي السماء وفي الأرض كله، نسبة السماء نسبة الأمكنة له واحدة، ليس له مكان أصلا، إنما نسبة الأمكنة له واحدة. على كل أنا أسألك ما أين الله هو؟ أنت أجبني وأنا أجيب لك هذا أثر 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 ابن عباس. بورك، شايفك سكتت، أنا ليش سكتت؟ جيب لي أسألك أين الله حين نادى موسى؟ عم تسمعني ولا لا؟ شوف 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 في كتاب السنة عن ابن عباس أن بورك من في النار قال الله ومن حولها قال الملائكة. إذا أنت تقول لي الله أعلم، ما تعلم أين الله؟ إذا أنت وقعت في فخ ووقعت في مصيبة ووقعت في طامة ولا تعلم أين الله، إذا هذه تهمة وقعت الآن فيها أنت الذي كنت تتهمنا أنه لا نعلم. في عندهم هذه هون قصة يسوقونها أضاعوا ربهم، هذه بجيب سوق الألباني دائما وأنا هاي حفظت عندي. هذا طبعا بيقول لك لما سألهم الأمير في عهد ابن تيمية فقالوا أنه ليس في جهة، فقال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أنا شايفك أنت أضعت ربك الآن، لا تعلم أين الله. عم أسألك لأنه أين الله حين نادى موسى؟ تقول الله أعلم، إذن أنت أضعت ربك. شوف 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 أنا ماذا أقول؟ أنا أقول لك نسبة الأمكنة كلها له واحدة، ليس مكان أقرب من مكان إليه سبحانه، ولا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. هذه عقيدتنا أنا أهل السنة الأشاعرة، هذه نحن عقيدتنا. شوف 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 هذا في مجموع الفتاوى قال، شوف وقال وهذا على الحق، شوف وهؤلاء ضيعوا الله فأين وإلا فأين الله؟ أين هو الله؟ هذا بيجيب لك ياها ابن تيمية في مجموع الفتاوى بأنه هذا السلطان أنه هذا يعني أيده لما نظر ابن تيمية الأشاعرة وقال أنه هؤلاء لا يعلمون أين ربهم. شوف وهذا دائما الألباني بيجيبها في كتبه، قال شوف وقال بكل صراحة أن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. قل هذا معنى كلام ذلك الأمير، أن هؤلاء أضاعوا ربهم لأنهم قالوا لا داخل العالم ولا خارجه وليس في جهة، مع أن الألباني هو نفسه يقول الله ليس في مكان، ليس له مكان. على كل إنسان أنت الآن أنا لما سألتك عدة أسئلة أنت الآن تهت وما عرفت تتجاوب أين الله بالضبط. ليش؟ لأنه أنا سألتك عدة أسئلة أين الله سؤال لوحده هذا، بعدين أين الله إذا نزل إلى السماء الدنيا، أين الله أنا ما بدي تقسيمات. هاي هل النبي قال هذا مبني على تقسيم ابن تيمية أنه في تقسيمات، هذا في تقسيمات للصفات، تقسيمات خبرية
وصفات عقلية وصفات سمعية وصفات فعلية وصفات أنا ما تدخلني بهذه التفصيلات. أنا بدي نرجع إلى المنبع الأصل. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندها في هذا تكلم بهيك تفصيلات؟ أصلا كلمة صفات لم ترد في القرآن ولا في السنة أصلا. الذي ورد أنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مش ولذلك ابن حزم مش أنكر الصفات بس قال أنا أنكر هكذا أن تقول أن لله صفة. كلمة صفة قال هو استدل بقوله تعالى تعالى الله عما يصفون. قال ما بيصير تقول ما بيصير تصف الله أصلا. أنا أقول لك أنا أقول لك لك ال 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 إنه إذا رجعت إلى أنت بدك المأثور ولا بدك كلام الأشاعرة؟ كلام الأشاعرة معروف بس أنت بتقول نحن جهمية. تركك كلام الجهمية الآن. أنا من لك كتاب والسني. هل يوجد في الكتاب في القرآن أثبت الصفات ولا في تعالى الله عما يصفون ولا في ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها؟ ما في صفات بالقرآن. في السنة كل السنة ما فيها صفة. مش صفة بمعنى أنه السميع بصير لا اسمع. مش صفة بمعنى أنه البخاري روى عن حماد بن زيد البخاري رواية عن حماد بن زيد قال القرآن كلام الله نزل به جبرائيل ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء. لك يا أخي والله بعرف هذا الحكي. أنا بقول لك السنة طيب أنا سألتك الآن أين الله إذا أين الله؟ قلت في السماء. أنا قلت لك في السماء أنا أقول لك في السماء لكن لا أؤول فيه بمعنى على. بالمناسبة أنا لا أؤول هذه الآية أأمنتم من في السماء ولا حديث الجارية ولا أؤول. لحظة نعم لا لحظة لحظة أنا أقول لك كل ما ورد في حق الله أثبته. هذه الآيات الفوقية أثبتها كما هي. آيات المعية أثبتها كما هي ولا أؤولها وهو معكم إنما كنتم خلاص وما أقول بعلمه ولا كما قال كما أخبر ولا أؤول ولا أفسر ولا ليش تناقض. أنا أؤمن بالله كما جاء. ليش تناقض. أنا أؤمن بالله كما جاء في كتاب الله. ليش تناقض. انا الباري عز وجل ايش قال؟ الباري عز وجل قال هو لك تركني عم جيب لي جويني. لك انت بتاخذ ايش؟ انت بتاخذ من الجويني ولا بتاخذ من الكتاب والسنه؟ انت ايش بدك من الجويني؟ انت بدك تاخذ من الكتاب والسنه ولا بدك تاخذ من فلان؟ هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون. انا بدي المنبع الذي لا يخطئ. اولا نحن عندنا لا 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 غير صحيح. لا مش قضيه التزم. لا اولا العقيده لا تؤخذ عندنا بالتقليد. تؤخذ انا ما اقرره اكون انا مقتنع فيه من الكتاب والسنه والمعقول. مش لانه قال الباقلاني لانه اصلا ائمه المذهب في الجوهر قال اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديده. احنا ما نقلد. احنا نقلد نعم. احنا انا شافعي في الفروع اقلد الامام الشافعي بدون ان اعرف دليله. ماشي هذا جائز. لكن لا بالعقيدة ما انا ما بقول بقوله ما بعرف شو دليله. ما بقول بقول مو بس ما بعرف دليله انه الا وانا مقتنع بدليله اصلا. كلنا هذه ليس موضوعنا الان. المهم سألتك اين الله؟ قلت لي في السماء. اين الله في اي سماء؟ قلت في السابعة. طيب اين الله اذا حينما رفع عيسى هو في ظاهر الحديث هو في السماء الثانية. إذن هو تارة في السماء السابعة تارة في السماء الدنيا الثانية حيث رفع عيسى لأنه عيسى في السماء الدنيا في السماء الثانية تارة في السماء الدنيا لأنه إذا نزل إلى السماء الدنيا بصير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بصير إيش؟ ينزل ربنا إلى السماء في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول أهل المنادي بصير في السماء الدنيا. طيب أين الله إذا وضع السماوات وضع السماوات على إصبع؟ إذا ما صار فوق السماء صارت السماوات فوقه. أين الله إذا وضع شوف انتبه كلمة مغالطة هي كلمة منطقية ومن تمنطق فقد تزندق. ما لي على انا ما انا انا ماني
أنا ماني ملزم بما تقرره أنت، ما تفسره، أنا ما بدي تفسيرك، أنا بدي ظواهر القرآن والحديث، أنا بدي الظاهر. أنت ما بتقول أجمع ابن عبد البر أجمع أهل السنة على أخذ بالصفات على ظاهرها. ابن عثيمين يقول لاحظ، ابن عثيمين يقول ظاهر ظاهر أئمنتم من في السماء ظاهرها أن السماء ظرف لله، ثم قال هذا الظاهر باطل، كلام ابن عثيمين. ثم أول الآية أنه أئمنتم من في السماء أنه على السماء أو على العلو أو كذا. إذن أنت لا تأخذ بالظاهر، إذن أنا بدي أخذ بالظاهر. أقول لك إذا وضع السماوات، إذا وضع السماوات على هذه، شوف والسماوات مطويات بيمين، إذن على يميني. إذا وضع السماوات على إصبع صارت فوقه، إذا ناداه من جانب من من من, من, من